السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم أغلى وأرقى متابعين. أخبرنا النهاردة عن الفنانة شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب بتظهر ببطن منتفخة خلال إحيائها حفل زفاف، وإعلام يؤكد حملها. قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا خلال إحيائها حفل زفاف مساء أمس أقيم في قصر البارون. شيرين عبد الوهاب ظهرت في الحفل بفستان أسود طويل فضفاض إلى أنه كشف عن انتفاخ بطنها بشكل كبير، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها يتكهنون بأنها حامل في طفلها الأول من طليقها حسام حبيب قبل انفصالهم، كما أكد الصحفي خالد شاهين هذا الخبر على صفحته الخاصة بموقع الفيسبوك، حيث كتب تحت عنوان خذوا المفاجأة شيرين حامل. وخلال أحد مقاطع الفيديو ظهر عدد من حضور الحفل وهم يهتفون باسمها لترد قائلة شيرين إيه؟ ما هي ما عرفتش تحمي نفسيها. وكانت قد نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا صحة الأخبار المترددة عن عودتها إلى طليقها الفنان حسام حبيب، وأصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا عبر حسابها على تويتر تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وإنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية. وقالت شيرين عبد الوهاب إن همها الحالي هو إسعاد جمهورها بالجديد من الأغاني، وتبين أن السبب في انتشار هذا الخبر منتج فني أرسل بياناً صحفياً لعدد كبير من المواقع الإخبارية جاء فيه الآتي: على هامش حضور أحد المناسبات الفنية بالقاهرة، ورداً على سؤال عن تواجده مؤخراً إلى جانب الفنانة شيرين عبد الوهاب وهل يعمل كمدير أعمالها، أوضح المنتج إنه لم يتولى يوماً إدارة أعمال النجمة شيرين عبد الوهاب التي يعتبرها أحد أبرز النجمات بالوطن العربي، وهو بالتالي يبارك لها ولزوجها حسام حبيب على المصالحة بينهما. والفنانة شيرين عبد الوهاب كانت انفصلت رسمياً عن زوجها في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زواج استمر ما يقرب من 4 سنوات، ما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي. وبكده تكون أخبارنا خلصت من قناة يومياتي أنا وعائلتي، ومعاكم دايماً بكل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.